بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في التمسك بالجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فهي ميتة الجاهلية، ومن خرج من أمتي يظلم برها وفاجرها لا يحتشم، أو قال لا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قتل تحت راية عمية يغضب العصبية وينصر العصبية وينصر للعصبية ويدعو العصبية فقتلته جاهلية، أو قال ميتة الجاهلية. هذا هناك بقية الحديث عن الحارث الأشعري ما أتممناه، لما قال يحيى عليه السلام: إن الله يأمركم بخمس، فذكرها فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا آمركم بخمس، فذكر السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ثم ذكر أمرين في تتمة هذا الحديث ولم نبين معناه. آخر الحديث: وأنا آمركم بخمس، أمرني رسول الله، أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام أو الإيمان من عنقه. هو هذه الخمسة ذكرناها. قال: وأنا آمركم بخمس، قال: الجماعة والسمع والطاعة. قلنا: الجماعة فيما ذكرناه من قبل، أي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، الأمور العملية والأمور القلبية، يعني ما يكون في الاعتقاد والخواطر الطيبة، ما يتعلق بالقلب، ما فيه غش ولا خداع للمسلمين ولا إفشاء إسرارهم والمحافظة عليهم من ورائهم، والأمور العملية كذلك لزوم الجماعة، لزومها أي أن اتباعها فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس والمسح على القدمين، وأنهم يصلوا في السفر ركعتين، وأنهم يطيعوا الإمام ويحجوا بيت الله عز وجل بالنسك المعروف وأداء الزكاة. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بقي على هذا فهو من الجماعة. هذا معنى الجماعة، لزوم الجماعة أي لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يرقصون في الدعوات ولا يدعون الله إلا بالأسباب المشروعة، ولا يلتزمون أمراً إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرف شتم الصحابة، ولا يعرفون النشيد والرقص،
في الحفلات الدينية ولا يقيمون مآتم كل 40 ولا يجددون الأحزان، فمن كان ذلك فليس من جماعة المسلمين، هذا لزوم الجماعة. والسمع والطاعة أي تسمع للإمام تستجيب له إذا دعاك لأمر أو نهاك عن أمر، والطاعة أي لا تخرج عليه تلتزم إلا إذا أمرك بمعصية فلا تطعه، وإذا أمرك بالمعروف أو الشيء المباح يلزم على المؤمنين لزوم الجماعة. فمن أراد أن يطعن في الإمام أو يطعن في جماعة المسلمين لا تستجب له، لأنه إحداث فتنة، والفتنة إذا قامت لا ينطفي شررها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهم بالخمس: هناك مسائل وأسباب تستوجب أن إكمال هذه المحافظة وتتمتها. اسمعوا ما يقول، اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فهي ميتة الجاهلية، ومن خرج من أمتي يظلم برها وفاجرها لا يحتشم، أو قال لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهدها. الحديث الأول: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام أو الإيمان. إلا أن يراجع، من خرج عن الجماعة قيد شبر، قيد شبر يعني أراد ضرب مثل في القلة، لا تستخف، تقول المسلمين يصومون غدا نحن نصوم احتياطا بعد غد، أو يقفون في عرفة تقول لا نؤجل عرفة، ومن ادعى أن كعبة غير هذه الكعبة يحج إليها، أو رأى أن هناك من الأشخاص أمواتا أو أحياء يستطيع أن يفعل ما يفعل الله عز وجل من رزق وتيسير أمر وكشف كربة، هؤلاء ليسوا من جماعة المسلمين. قال: إلا أن يراجع، إلا أن يتوب فيرجع إلى الله عز وجل. ثم يقول بعدها: ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو جثي جهنم. جثي جهنم أراد به أنها من ترابها وحفنتها، أي أن فعله من أفعال الجاهلية، ما حكم بكفره. ما هي دعوى الجاهلية؟ الدعوة بمعنى الانتساب، بمعنى الافتخار بقوم أو مال، هكذا شأن الجاهلية. نسبت الدعوة إلى الجاهلية لذمها لأنها مذمومة، وإلا ما ينسب إلى أمر مذموم، الجاهلية أمر مذموم ليس بممدوح. ودعواهم أنهم في حال الاستغاثة ينادي كل شخص بقبيلته أو يعتزي إلى أسرته أو ماله، ففيه فخر وكبر، ومن فعل ذلك في المسلمين من المسلمين وهو من جثى جهنم، أي من ترابها وحصيرتها. فأخبر صلى، ما قال كافر، لكن قال هذا أمر يستوجب ويستدعي أنه آثم ومذنب، قد يصلى جهنم لكن لا يخلد فيها. فلما قال من دعا بدعوى الجاهلية لم ينهى صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا ويعلم بما علمه الله عز وجل أن في الأمة من يفتخر بانتسابه إلى جماعة، وهذا الافتخار والانتساب إلى الجماعة داء موجود في الأمة إلى أن تقوم الساعة. اثنتان في هذه الأمة لا يتركونهما: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. أجدادنا كانوا كذا، ونحن من قبيلة كذا، ونحن ننتسب إلى كذا. إلى الآن حتى الشعوب أصبح بعضهم يقول نحن من بلد الفلاني ونحن ننتمي إلى كذا. هذه الانتماءات إلى هذه الجماعات تورث ضغينة في الطرف المقابل الذي يسمع،
لا تكلمت في أحد من ينتسب إلى هذه الدول، الظلم منهم وأصحاب السوء منهم وآخرون ليسوا منهم لكن من هذه القبيلة أو هذه الأمة أو هذه الدولة، لو سمع يغتاظ، مع أن ما تقوله حق. فلا ينبغي يا عبد الله أنك تبين عوار أمة وأشخاص من تلك الأمة جالسين معك، لأن هذا فيه إثارة ضغائن. ولا ينبغي إذا حصل نزاع بينك وبين فلان أو بين جماعة أن تحاول تنادي اعتزى بمعنى أنا من الجهة الفلانية يا آل فلان، وهذا شأن كثير من القبائل إلى الآن يفعلونها. فإذا كان منقطع النسب بعيد كذا يحاول يفتخر بماله أو بما عنده من سلطة وشرف، ويقول صلى الله عليه وسلم أنه ينهانا أشد النهي عن دعوى الجاهلية، دعوى يعني انتماءها في الأزمات وفي حالة الاستغاثة وحين الفخر والتفاخر، هكذا ينتمي، معي كذا من الأموال، عندي كذا من الأتباع، أنا أنتمي إلى كذا. هذه دعوات تدعو إلى القطيعة وإلى التفرق. هذا شأن الجماعات التي أصلها هكذا، أنشئت من قبيلة أو أمة. فما بالك إذا أوجدنا أسباباً تدعو إلى التفرق، هكذا نجده إلى الآن، سيما الفرق هذه التي تلعب، وتلك الفرق التي تنشد الأشعار، وتلك الفرق التي تبين أنها استطاعت أن تتميز على غيرها بالفنون. يقول فلان يتبع هذه البلدة أو هذه القرية، امتاز على هذه الدولة بأنه فاق بكذا وكذا، ترى هذا يولد في القلب تفرق وحساسية وحسد، نهى صلى الله عليه وسلم لأنها دعوة الجاهلية. أعد العبارة ما يقوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوها: ومن دعا دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: يا رسول الله، استكبروا هذه الكلمة، عمله عمل كفر، ما قال يخلد في النار، لكن قال هذا العمل عمل كفر. فهم قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام، لأن الصلاة والصيام من خصائص أعمال المسلمين، بها يمتاز المؤمن عن غيره. ولذا جاءوا بهذه الكلمة، ما هو اعتراض لكن تفسير للإشكال، طلبوا إزالة هذا الإشكال. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. نعم، قل: تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. تداعوا يعني أيها المسلمون، لا تداعوا بدعوى الجاهلية اللي فيها تمزق، لأن جماعة المسلمين لا يفتخرون ولا ينتمون إلا إلى الإسلام، وهذه موجودة إلى الآن نجدها. إذا وجدوا فلان أحسن الشعر قالوا: من وين هذا؟ إذا قيل له: هذا من كذا. نفوسهم من الداخل تحركت بحيرة واضطراب، كيف يكون هذا؟ وإذا قال: هذا القصر المنيف لمن؟ قالوا: هذا لفلان، أي أنه ينتمي إلى غير البلد الذي أنتم فيه. اضطربت قلوبهم من الداخل حسد وبغض، كيف يكون هذا من غيرنا؟ ما وجدتم هذا يا عباد الله؟ هذا موجود. فلما قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا هذه الدعوة، تداعوا بما سماكم الله به. إبراهيم الخليل سمى من يتبعه المسلمين، والله عز وجل سماهم المسلمين والمؤمنين. إذا أردت أن تفتخر افتخر بما سماك الله به وبما امتدحك الله به. الله عز وجل ما أثنى على طويل ولا قصير ولا صاحب مال
ولا من كذا ولا من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، إنما الشرف والفخر بأن يكون أكرم الناس في هذا الدين، هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي من قبل هذا الكتاب وفي هذا الكتاب. ومن أراد أن يفتخر أو يعتز يقول أنا مسلم، يكفيك هذا الفخر والعزة، لا تفتخر إلى دولة إلا لما لبيان ما هو واقع، لأجل أن تستخلص أمورك، وإلا الافتخار بذلك لا ينبغي. والآن إذا سمعوا فلان الأعجمي من كذا استخفوا به، وإذا سمعوا أنه من بلد كذا وإن كان من بلده قالوا هذا عبيط، هذا لا يفهم، هذا كذا، هذا مخل، هذا قلبه فيه كذا. ونسأل الله العافية والسلامة. ولذا أسباب التفرق في هذه الأمة لا يمكن عدها، لكن كل من حاول أن يفرق كلمة المسلمين وجماعتهم والله عز وجل حسيبه وينتقم منه. اقرأ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فهميتة الجاهلية. طيب، ومن خرج من خرج من الطاعة، الخروج عن الطاعة يعني لزوم الجماعة في اتباعهم الإمام، إذا خرج عن هذه الجماعة، الخروج معناته أننا لا نلتزم بما يقول ولا نسمع لما يقول وليست له علينا إمرة. من فعل ذلك أوجد، والرجل والإمام يصلي ويأمر بالصلاة ويصوم ويأمر بالصيام، فيه مخالفات شأنه مع ربه، أما أنه يأمر الناس بعدم الصلاة ولا يخرجون الزكاة ولا يحجون لا يطيعونه في هذه. فلما كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا ينهى الناس بل يأمرهم بفعل ذلك، فإن وجوده تأمين السبل وحفظ الأرواح والأموال وقمع الشرور. لو تتبعت ما يجري في من حولك من المدن والقرى وكيف يعيشون، سببه هذا، لأن الشيطان والنفس والهوى والطابور الخامس اللي يسموهم زنادقة أو منافقين، هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء شأنهم أنهم يثيرون الكوامن ويريدون تغيير الوضع، سيما أولئك الذين يحبون حضارات معينة وأنهم يريدون نمط من العيش فيها متعة، لا متعة يعني متعة حرام لا يجدونها هنا، هم الذين يسوغون ويثيرون. فكان هؤلاء إذا خرجوا عن الطاعة فوعيدهم شديد، يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة، والله أعلم بنيته، لأن من كان همه مسألة البطن والشهوات غير ذاك الذي يريد أن الناس ما ترفع أذان في المساجد ولا يعلم شعار ولا يقوم للقرآن شأن، ذاك كافر والعياذ بالله. لكن هؤلاء ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كفر، قال ميتتهم ميتة جاهلية، أيما شيء في كتاب الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تفعل هذا لأنه شأن جاهلية، ولا تقل هذا لأنه كذا، يدل على أن هذا الصنيع مذموم وممقوت. والله عز وجل إذا ذم شيئا، أو رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ذم شيئا، دل على أنه قبيح لا يأتي إلا بشر، ومن اتصف به فإن حياته منغصة ولا يجد نعيم. قال ميتته ميتة جاهلية، الجاهلية لا يطيعون إماما عاما، إذا قالوا يا ثقيف يا بني تميم يا آل غطفان فلان أمير عليكم، ما يطيعونهم. يعني العربي يأنف أن يكون أمره تحت
إمرة واحد ما يقبل، قد يكون له فريق وأميره واحد، سيما إذا كان من قبيلته يعرف أنه يفصل أو يطرد قد يلزم الطاعة رغما عنه، أما أنه للقبيلة وله أمير العرب ما أنف أن يكون طاعته ينقاد لواحد. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: ميتته ميتة جاهلية، أي أنه سيموت على غير فطرة الإسلام. نعم. عن أبي هريرة لا ومن خرج أكمل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل العصبية فليس مني، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. شوف الحديث اللي قبل هذا الشيخ فالح: ومن خرج من خرج من أمتي يظلم برها وفاجرها لا يحتشم أو قال لا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قتل أي جملة جملة قال: ومن خرج من أمتي يظلم برها وفاجرها. أمته صلى الله عليه وسلم أمة إجابة وأمة دعوة، الكلام مع أمة الإجابة يعني استجابوا أن الله واحد صمد، واحد أي في ذاته وصفاته، ليس هناك عالم يعلم علم الله ولا قادر يقدر قدر يكون قدرته كقدرة الله وحده الذي يتصرف. الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم لا يقضيها إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا يلبي حاجات الناس من كشف الكرب وإيصال الخير إلا هو. فلما تفرد بهذه الصفات والناس آمنت بذلك، فمن خرج منها يضرب برها وفاجرها يعني لا يتحاشى، كل من يلقاه يقاتله أو يقتله، هذا شأن قطاع الطرق الذين يقطعون الطرق، ما يهمهم من مر، لا يهم مسلمين ولا غير مسلمين، حتى المسلمين إذا استغاثوا لا يأبون بهم، هذا شأن الخوارج وقطاع الطرق وأهل الفرق الضالة التي ترى أن هؤلاء يستحل دماؤهم وأموالهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يقوم بهذا الأمر فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. لا قام ليس مني معناه أي لا ينتمي إلي وأنا بريء منه، يعني يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم، كما في يوم القيامة يأتون يستسقون من الحوض فتأتي الملائكة تدفعهم، ما يشربون من هذا الكأس ولا من هذا الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته يدعوهم إليه، يقول دعوهم أمتي أمتي، ويقولون له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني إيش اللي سووا ما تعرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي زيدوهم إبعادا. فلما قال ليس مني أي أنا أتبرأ منه، لا ينتمي إلى هذه الأمة، هذا الذي يخرج ويضرب برها وفاجرها لا يهم، من كان عليه إشارة جندي قتله، ومن رآه يصلي بالمسلمين قتله، ومن رآه أنه يعتاد كذا، هذا صنف تلاعب بهم الشيطان فبلغ بهم من وسوسة الشيطان أنه كاد لهم، حتى رأوا أنهم هم المسلمون حقا الذين يبقون في الوجود، ما عداهم تؤجر على قتلهم، يعني بلغ بهم الأمر. لما تسمعه تستغرب وتحوقل وتشير بيدك: فلان سطى على أمه فقتلها، ثم التفت إلى أبيه فسعى خلفه حتى أماته، وأن هو يرى أن هذه قربة لأنه فيه شيء من الدين لكن على غير أسس مبنية،
ثم جاء من يخدعه نفسه لأنه يرى أنه ما وصل الدرجة التي تأهله إلى الجنة، ويأتي الشيطان من هذا الباب فيسوغ له ذلك، لا يرعوي عن قتل والديه فضلاً عن جيرانه وغيره. لما وصل الأمر إلى هذا تستغرب كيف حصل لمثل هذا. كان هناك أخوان من الأنصار، وكان رجل سمين ذو مال من اليهود، كان يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع أحد الأخوين أن ذاك لسانه يطول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمد إليه وسط النهار فقتله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قال فلان. الأخ الأنصاري ذاك تعجب، كان لم يدخل في هذا الدين بعد، قال أو بلغ الأمر بك، أي من حبك للرسول ومتابعته، أنك تقتل هذا؟ قام يطعن بإصبعه في خاصرته، قال رب شحم في بطنك من مال هذا الذي أنت تقتله. فتعجب من هذا الدين الذي، قال والله لو أنت فعلته لما نجوت مني. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بلغ بهم من الإيمان أن من انتهك حرمات الله أو رسوله لا يهمه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من دون الله، إلى أن بين الله عز وجل، قل إن كان آباءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا انتظروا ما الذي يحل بكم. هذا بلغ به الإيمان أن فعل هذا. هذا الجاهل بلغت به الوسوسة من شياطين الإنس والجن أنك لن تدرك هذا الفضل إلا بأن تفعل هذا، فقام فقتل كذا وقتل كذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم ليس مني من خرج يضرب مؤمن المؤمنين وفاجرهم لا يميز. وهذا شأن كما أخبرناكم من أراد سلب الأموال، ومن أراد تغيير الحال، ومن أراد ابتغاء الشرف، اقرأ ما بعده. ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل العصبية فليس مني. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا بصل أصل، وقتلته جاهلية أميت جاهلية. ومن قتل أو قتل تحت راية عمية أو عمية، تحت راية المراد خلف أناس لهم شعار، وهذا الشعار ما هو شعار المسلمين، شعار غير المسلمين، إما للانتصار لآل فلان أو تحقيق كذا. فقال من قتل أو قتل تحت هذه الراية تحت هذا الشعار. عمية أصلها من العمى، والأعمى والعمى، العمى أصله ظلام دامس لا يتبين فيه الحق، أو ظلام يتحسس فيه الحق ولا يبين. فلما تكون الراية عمية لا يعرف ما المقصود من القتل وما الدافع له، إما أنه لا يعلم لأنه يساق، أو يعلم لكنه ليس لله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية أو عمية، عرفت معنى عمية سيصادفك في الحديث، معناه راية عمياء لا يعرف مقصد الدخول تحت شعارها، أو يعلم إنما هو لأجل عصب أو مال أو تغيير وضع إلى تحقيق شهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية
وينصر للعصبية ويدعو للعصبية. فقتلته قتلة، إذا قلت فقتلته معناه الواحدة، إذا قلت قتلته معناه الهيئة، إذا قلت فلان جلس جلسة يعني جلسته جلسة واحدة ثم قام ونهض، فإذا قلت جلس جلسة الكريم يعني هذه الآية عن هذه الجلسة لها صفة تختص بكذا. كلمة فعل تأتي لتمييز نوع الفعل، قتلى وجلسى وقعدى وإكلى، لكن إذا قلت أكلى وقعدى وجلسى يعني مرة واحدة. فقتلته هكذا بهذا الوزن قتل جاهلية، أي أنه ليس من الإسلام في شيء واتصف بصفة مذمومة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. البيهقي رحمه الله لسعة حفظه يأتي بالحديث إما لأجل ألفاظ متغايرة أو لتعدد الطرق. إيش معنى الطرق؟ يعني الحديث مرة رواه الحارث، ومرة رواه أبو هريرة، ومرة روي عن أنس، وأخرج هذا فلان وفلان من أرباب الكتب المصنفة في الحديث، ليبين لك أن الحديث له أصل وهو صحيح. فأتى بهذا الحديث الذي تسمعونه الآن، اقرأ: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب العصبية ويقاتل العصبية فليس مني، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. الحديث كله مر وبينا معناه، وزاد في هذه الرواية لفظة لأجل أن يتبين لنا معناها، ويقول في هذا الحديث: ولا يفي لذي عهدها، أي أنه يضرب برها وفاجرها ولا يتقي الله فيها. ضرب يا عبد الله قد يكون بالعصي وقد يكون بالآلات الحرب وقد يكون باللسان، اللسان ترى يضرب. قال: لا يتقي في هذه الأمة لا مؤمنيها ولا فجارها، قد يكون باللسان، فيسطو على الناس المستقيمين وغير المستقيمين. المهم أن قلبه ملئ بالحقد على هذه الأمة فيريد النكاية بها وتفريقها. هذا مشاهد حتى في الجماعات المؤمنة، إذا قالوا فلان يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه وإمامه مستقيم، إلا والآخرون الذين ينتمون إلى مسجد آخر يأتي الشيطان فيثيرهم: هؤلاء كذا فيهم وهؤلاء كذا فيهم، مع أن فيهم الكبير والصغير والمؤمن والذي لا يعلم هذه الأحوال. فوصف صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال: ولا يفي لعهدها. هذا الشاهد، هذه الإضافة الجديدة في هذا الحديث، ولا يفي لذي عهدها. ذو العهد يعني من عوهد على أمر، هذه في العقود. لو قال: هذه الطائفة من أهل هذه القرية نود هذه الشركة تقوم بالأمر، وكتبوا عقد، هذا العقد يا عبد الله من طرفين، أحدهما يقول: سأقوم ذلك بتنفيذه على وجهه وأكمله. قرينة الحال تقول: أني أنتم المسلمون ونحن المسلمون، نعاهدكم أننا نوفي بكل صغيرة وكبيرة. والآخرون كذلك، لأنه وقع العهد على هذا. لا تقول ترى ما في عهد، لا يا عبد الله، العقد على الشريعة واتفق الطرفان عليها وجعلوا الله شاهدا عليهم، هذا العهد. لأن العهد قد يكون باللسان: أعاهدكم على كذا،
لكم عهد الله أنا وكذا، ويأتي أحياناً بدون اللسان. الواقع يبين أن هذا عهداً. أنا أضرب مثال وإلا عهود كثيرة. فلان أعطي على أن يتولى إمرة كذا، أو يتولى رئاسة كذا، أو يكون عضواً في كذا، همه جمع المال وكيف يكتسب من هذا المنصب مكاسب. أو يقول يا فلان أنت في هنا ونضعك في المكان الفلاني. أحياناً يتمنى المكان الفلاني لأنه أسهل في الخديعة. أنت ما رأيتم العمال أحياناً يتنافسون عند رؤسائهم أن يختاروا الموقع الذي هو أفضل في العطاء والجلب والمصلحة أو أسهل في العمل؟ جيء به يا فلان تقوم بهذا العمل وهذا المخصص لرزقك يعني راتبك، وقبل هذا، ثم بعد ذلك تلوى من الداخل يرى أنه مهضوم لم يفي بالحق كيف يفعل. فأخبر هنا صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء الذين يميتون موت جاهلية لا يفي بعهودها بعهوده التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من ينقض هذه العهود. نسأل الله التوفيق والعافية، وأن يربط على قلوبنا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.